جهاز القهوة الجديد من شركة سايونا، هاي محضرة قهوة تركية عربية، ممكن للقهوة العادية، ممكن للنسكافيه، حليب، كل شيء رهن بيها. هذه الميزة مالتنا انه ممكن تجهزون بيها فنجان واحد او اكثر، يعني هذه السويتش بيها ممكن يعطيكم فنجان، 2، 3، 4. الجهاز هو يتحكم بشكل اوتوماتيكي بدرجة الحرارة والغلي. احنا هسه نجرب الجهاز، 3 ملاعق خلينا، يعني 3 فناجين حنسوي، ونضبط الجهاز على السويتش رقم 3. طبعا الجهاز اقتصادي، تقريبا 1 امبير ممكن يشتغل عليه المولد، ومن 3 إلى 4 دقائق يكون جاهز القهوة وبشكل مثالي. الوجه بالقهوة بسبب انه الجهاز يشتغل بدرجة حرارة مناسبة لعدد الفناجين اللي احنا خليناها. شوف هاي 3 فناجين كلهم بهم وجه، قهوة مثالية حقيقة، سهل الاستخدام، سهل التنظيف، ومثل ما قلنا لكم نرجع ونأكد على هذا السويتش. هذا ما موجود ببقية الأجهزة، هذا السويتش ينطي مثل ما قلنا، هذا كوب، كوبين، 3 و4. متوفر هذا المنتج لدى شركة سايونا كرادة خارج مقابل شارع الأطلال.